صباح الهنا وصباح الجمال وصباح التفاؤل وصباح السعاده وصباح حسن الظن بالله. اهلا بيكم في حلقه جديده من البلديوكه المعنونه على شبكه قنوات بي ان سي والاخص بي ان سي فود، اقوى قناه طبخه في مصر. النهارده ان شاء الله بدايه اسبوع جديد وبدايه يوم جديد ان شاء الله يبقى مليان كله خير وبركه باذن الرحمن. قبل ما نقول المنيو بتاعنا وقبل ما نتكلم في اي حاجه، عايز افكر حبايبنا ومشاهدينا من كل مكان بالارقام اللي بتظهر معانا على الشاشه، من اي رقم ارضي على 0900 9710 ومن اي موبايل على 1710، في انتظار مكالماتكم اللي بتسعدنا وبتسندنا دايما ان شاء الله. طيب المطبخ بتاعنا النهارده فيه ثلاث وصفات، ربنا ان شاء الله يقدرنا ونعمل الثلاثه ويطلعوا معاكم يعني احسن ما يكون. عندنا صنفين حادق وصنف حلو، الصنف منهم الحادق ده ما بيختلفش عليه اثنين، وفي اي عزومه في اي مناسبه لازم يكون موجود، بس مع اختلاف الحشوات. الصنف بتاعنا اللي احنا بنتكلم عليه النهارده اللي هو ما ينفعش اي عزومه تتعمل من غيره، وهو الجلاش. جلاش بقى باللحمه المفرومه، جلاش في حشوه الفراخ، جلاش بالسجق، جلاش بالميكس الجبن والبيض والبسطرمه، هو ده اللي احنا هنعمله النهارده. طبعا في ناس بتاكل فراخ، في ناس تاكل لحمه، وفي ناس ما بياكلوش الاثنين، ناس نباتيين. فاحنا النهارده مستخدمه اللي هي الجبن والبسطرمه والبيض علشان الناس اللي ما بتحبش لحمه وخضار وفراخ، وفي نفس الوقت بتبقى التكلفه بتاعتها اقل شويه. طبعا مع الوصفه ومع الحشوه مش هقدر استغنى طبعا عن خليط الدهن والتوريق اللي احنا بنستخدمه، بيطلع الجلاش ممتاز سواء حادق او حلو. دي هتكون اول وصفه معانا. تاني وصفه هتكون معانا هنعمل قرع. جو شتا محتاج حاجه تدفينا، سواء بقى صينيه قرع في الفرن، سواء صينيه بطاطا، صينيه ام علي او طاجن ام علي، كل الحاجات دي بتدفي قوي وبتدي كده طاقه، بس او بتدي تخن، بس ايه بتدي طاقه في نفس الوقت. النهارده هنعمل القرع الحلو ونشوف البشاميل بتاعه بنسكره ازاي، ونشوف القرع علشان يستوي كويس معانا ويدينا نتيجه مميزه، والوش بتاعه يبقى زي ما بنجيبه من بره واحلى كمان هيكون معانا ازاي. طيب الصنف الثالث معانا هنعمل صينيه بطاطس بصوص الثوم والزبده. صينيه بطاطس بس؟ لا، احنا مدخلين معاه فراخ، بس هو الاساس معانا والاكتر معانا صينيه البطاطس او كميه البطاطس. عايزه تعملي البطاطس بس من غير الفراخ ما فيهاش مشكله، بس الصنفين لما بيجتمعوا مع بعض بيبقى طبق مشرف ان انت تحطيه في اي عزومه او في اي مناسبه، بيبقى حلو قوي. دول الثلاث اصناف اللي معانا ان شاء الله النهارده باذن الله، ربنا يقدرنا ويطلعوا باذن الله معانا تمام وزي الفل. قبل ما نبدا برده في حلقتنا، عايزه انا وكل امهات مصر، اي حد عنده ولاده النهارده بيمتحنوا، يا رب يا رب يا رب يعني يفتحها في ابوابه، يعني يفتح في وشهم الابواب المقفله كده ويكرمهم يا رب. عارفين ان الموضوع صعب قوي عليهم السنه دي، اصعب من اي سنه، بس يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمهم عشاننا وعشان دعواتنا، فربنا باذن الله يكبر بخاطرنا فيهم ان شاء الله ويسهل لهم كل صعب ان شاء الله. طيب قبل ما نبدا في المنيوهات بتاعتنا وقبل ما نتكلم عن الوصفه، عايزه بناء على طلبات حبايبنا اللي اتصلوا بينا كتير وقالوا لنا في الكومنتات كتير ان هم كانوا عايزين ان احنا نرجع فقره جربي. فقره جربي النهارده حاجه اتطلبت مني كتير قوي قوي قوي، وناس كتير بتعاني منها، انا واحده من الناس بعاني منها. لما جربت الوصفه دي اديت معايا نتيجه في منتهى الجمال. طيب الوصفه النهارده الايه الجربي لعلاج الهالات السوداء والحبوب اللي في الوش. مفيش حد سواء راجل او ست ما عندوش هالات سوداء، من السهر بقى، من شرب القهوه، من شرب الشاي، من الشمس، من تغييرات الجو، ستات ورجاله عندهم هالات سودا، وخصوصا البنات اللي هم لسه 16 17 سنه، موضوع النسكافيه والكافيين والكلام ده كله واخدينه كانه تسليه كده او حاجه تبع الموضه ان احنا بنشرب نسكافيه، وهو مبهدل لهم الدنيا خالص علشان الهالات السودا اللي حوالين عينيه. طيب ايه الحاجه الطبيعيه اللي هنعملها النهارده في جربي؟ بصي بقى كده يا ست الكل، واكتبي اللي انا هقوله ده كله كده علشان تنفذيه ان شاء الله. كل اللي انا محتاجاه هتخش اي صيدليه وتجيبي 2 باكت شاي اخضر، او تجيبي علبه وتسيبيها عندك، شاي اخضر من اللي احنا اللي بنشربه للتخسيس، مع انه اصلا ما بيعملش اي حاجه للتخسيس، دي اكذوبه تبع الدايت. طيب هنعمل ايه للشاي الاخضر اللي احنا هنجيبه؟ هتجيبي الاثنين باكت وتروحي غاليه كوبايه من الميه، ركزوا معايا قوي في اللي انا بقوله، هتغلي كوبايه ميه وتحطي فيها 2 باكت الشاي الاخضر، ينزل العصاره اللي فيه. طيب هتسيبي الميه تبرد على جنب علشان هنستخدمها، وهتروحي واخده الاثنين باكت حطاهم في طبق وحطاهم في الفريزر، يعني من نص ساعه لساعه في الفريزر. في الفريزر هتحطي الاثنين باكت اللي حطيتيهم في الفريزر لمده نص ساعه في طبق، او ساعه لربع ساعه كده بالكتير قوي ساعه، وبعد ما تعدي نص ساعه او الساعه تروحي واخده الاثنين باكت مغمضه عينيكي وحطاهم، علشان الباكت نفسه يبقى مغطي فوق العين وتحت العين، الباكت يبقى مغطي من تحت الحاجب كده لتحت العين، غمضي عينيكي وحطيه، هيتسابوا على عينيكي لحد ما يسيح، وهتلاقي بقى بدا ان هو يسيح العصاره او الميه اللي هتسيح منه دي، انا عايزاها اخليها تنزل، حطي بس فوطه هنا كده عشان لما يبدا يسيح هينزل على الفوطه دي ما يضايقكيش. طيب مده نص ساعه هنعمله لمده قد ايه يا نونا؟ لمده اسبوع يوم بعد يوم.
لمده اسبوع يوم بعد يوم، هتلاقوا النتيجه بدات ان هي تفرق معاكم كويس قوي. طيب الميه بقى اللي احنا حطينا فيها الاثنين باكيت الشاي اللي هو الاخضر ده، سيبناها بردت، هنعمل بيها ايه؟ هنحطها في بخاخه ونبدا ان احنا كل يوم قبل ما ننام نبخها على وشنا ونسيبها تنشف. عديت النص ساعة اروح غسله وشي وخلاص. طب ده بيعمل ايه؟ لو في حبوب في وشي بيشيلها، لو في هو البثور السوداء اللي هي بتبقى في المناخير ديت وفي الوش ده برضه هيبقى يضيعها. خلصنا النص ساعة روح ماسكينها بمنديل كده اهوت ومسحين وشنا، هتطلع معانا زي الفل. يبقى احنا استخدمنا الباكت بتاع الشاي الاخضر لعينينا الهالات السوداء اللي فوق وتحت، والميه استخدمناها علشان وشنا. دي الوصفه بتاعت النهارده، جربوها وادعوا لي ان شاء الله باذن الله تجيب معاكم نتيجه. بنستخدمها لمده اسبوع يوم بعد يوم، وبعد كده بنفصل يومين يومين، ولو لسه الهالات موجوده بتبداي ان انت تعمليها اسبوع تاني، بتجيب معاكي نتيجه سريعه وان شاء الله تطلع معاكي مظبوطه وتنور رضاك. طيب دي فقره جربي النهارده، بكره ان شاء الله يديني ويديكوا العمر، لو يعني يديني ويديكوا العمر. في فقره جربي بكره هنتكلم عن بسم الله الرحمن الرحيم، راح من دماغي، راح هما هفتكر هقول لكم، بس هو راح من دماغي. الله يسلمك. لا انا عايزه اقول لك، لا هو انا كانت في دماغي دلوقتي حالا، كنت عايزه اقول لهم عليها علشان في ناس كتير برضو طلبتها مني بس راحت من دماغي، خلوها بكره بقى. بص يا حمدي هنبدا بايه؟ هنبدا بالجلاش اللي بالجبنه، هنبدا ننزل البقادير بتاعته، بس استاذنك نسيبها شويه الاول. صباح الفل عليك يا حمدي، الاول ما صبحتش عليك. لا ده انا جايه ناسيه. صباح الهنا عليك. المقادير بتاعتنا استاذنك بس نسيبها شويه علشان امهاتنا اللي بيكتبوا ورانا بالراحه ما بيصوروش يلحقوا ان هم يكتبوها. طيب الجلاش بالجبنه مقاديره بتقول ان احنا معانا ايه؟ لفتين جلاش. والناس اللي كانت بتسال على نوعيته ايه، هقول لكم نوعيته في الكومنتات زي ما احنا متعودين دايما. عندي ست بيضات، ربع كيلو بسطرمه مفرومه او ممكن اقل او اكتر على حسب ما انت عايزه، ربع كيلو جبنه شيدر مبشور، ربع كيلو جبنه موتزاريلا مبشوره، 8 كيلو زيتون اخضر شرايح، 8 كيلو اسود، وفلفل احمر حام شرايح بالشكل ده كده، وبس دي تعتبر الحشوه بتاعتنا. طب خليط التوريق بقى اللي احنا هندهن بيه بدل السمنه بس، هو في الارضيه بتاعت الصاج او الصينيه بدهن سمنه بس، لكن بين الطبقات علشان يديني علو كده وهشاشه وقرمشه في منتهى الجمال وطراوه في نفس الوقت، الخليط اللي احنا هنستخدمه ده محتاجه حليب وسمنه وبيكنج باودر. حليب وسمنه وبيكنج باودر، بصوا كده انا هعمل ايه؟ هروح واخده الحليب والسمنه حطاهم على النار. طبعا انا سايبه الطاسه بتسخن علشان ما تاخدش معايا وقت ان هي تغلي. عايزاها تسخن كده معايا، ومجرد ما تبدا ان هي تسخن اروح نازله عليها بالبيكنج باودر. ولما هتشوفوا دلوقتي معايا التفاعل بتاع البيكنج باودر هيبقى شكله عامل ازاي مجرد ما ينزل على خليط السمنه والحليب. طيب هنجيب الصاج بتاعنا، ممكن طبعا احنا مستخدمين لفتين، ممكن نستخدم صاج اكبر من كده، يعني اللفتين هيدونا صاج اكبر من كده. تسلم لي يا حمدي، حمدي ساب المقادير يعني عدا لعب وازح. بصوا بقى كده نعمل ايه؟ ايوه هي بتقال كده، عداك العيب وازح ليه؟ عايزه تدهني في الارضيه سمنه ماشي، عايزه تدهني زيت ماشي، بس انا عشان حطيت السمنه كلها مع الحليب فهبدا ان انا ادهن بزيت كده. مش دايما، هو اللي وحش الزبده، ان انا ما ينفعش ادهن ارضيه الصاج زبده عشان لو قعدت كتير في الفرن بتسود لي ال بصوا كده، شايف معايا حمدي؟ بصوا كده شايفين؟ ده اللي انا عايزاه، شايفين منظر البيكنج باودر مع السمن والحليب؟ هتلاقوا الخليط دلوقتي تقل معانا، مجرد ما عمل كده والسمنه والحليب غلي ونزلت البيكنج باودر، هبدا ان انا اشيل الخليط ده خالص من على النار كده بسم الله علشان ادهن بيه او اورق بيه الطبقات بتاعه الجلاش بتاعتي. هعمل كده شغالين على هادي خالص وبالراحه، مفيش اي حاجه مصربعانه عشان بس الزحمه دي. بصوا هتعملوا ايه؟ هعمل كده، ادي البسطرمه، انا النهارده مش عامله جلاش بيتزا فمش هحتاجها على الوش، انا عايزه بس الحشوه من جوه. فلفل حامي، زيتون اخضر وزيتون اسود، وعلى فكره ممكن تعملوا اللي انا بعمله ده وتعملوه رول، مش شرط ان هو يبقى صينيه على بعضها، لا ممكن يبقى رول. وبصوا كده هروح حاطه البيض
واروح حاطه سنه بسيطه من الملح. ليه؟ علشان انا عندي زيتون، نوعين زيتون وعندي بسطرمه، يعني اكيد واخدين حد زياده، فانا عايزه يا دوب بس رشه بسيطه كده علشان يبقى الحد بتاعها مظبوط. وادي الفلفل الاسود علشان الزفاره بتاعه البيت، وابدا اخلط ده كله كده مع بعضه، وتبقى كده الحشوه بتاعتنا جاهزه. طيب نونا، هو انت ليه ما حطيتيش الجبنه الشيدر المبشوره وكمان الجبنه الموتزاريلا؟ لا دول مش هحطهم مع الحشوه، او لو حطيتي مع الحشوه هتبقى حاجات بسيطه، لكن انا مش هحط بصراحه، انا هحط على وش الحشوه نفسها. بصوا كده. طيب نونا اللي انت عاملاه دوت كتير على صاج، احنا المفروض ان احنا بنحط في نص الصينيه بس. طيب هتعملي صاجين؟ ماشي. عايزه تعملي طبقتين زي ما عملناه قبل كده اللي هي في اللحمه المفرومه زي ما انت عايزه، لكن انا النهارده ممكن اعمل صاجين، صاج رول وصاج مفرود عادي. وده اللي انا بقول لكم عليه ان هو اللي شغالين بيه او المتاح عندك هنشتغل بيه. بصوا كده، خدت في الاول ورقتين او ثلاث ورقات، الاول الارضيه نفسها عندي هنا، باقي الصاج فاضي، هروح واخده ورقتين واروح بدأ من هنا كده. في ناس لما بتيجي تاكل الحروف بتلاقيها ان هي تقيلة او ان هي مش يعني مش مقرمشة، لا تحس ان ايه، لا انا ما بحبش الحرف، اديني من الوسط، عشان الحرف بيبقى عليه طبقات جلاش كتير قوي وبتبقى ناشفة ما بقاش حباها. طيب لو عملت خليط التوريق اللي احنا مستخدمينه النهاردة ده ودهنتي كويس كده على الحروف، هتلاقيها ان هي مورقه معاكي، هتبقي حابه ان انت تاكليها، انسي حته ان هي تبقى طبقه تقيله وتبقى معجنه بالشكل اللي انت كنتي بتعمليه قبل كده بالشكل ده. كل ورقتين هندي طبقه من التوريقه لحد ما بتخلص نص الكميه، وابدا اروح داخله بالحشوه اللي احنا هنعملها، وبعد كده اروح حاطه نص الطبقه التانيه. طيب ده بالنسبه للفه الجلاش الاولى. طيب لفه الجلاش الثانيه هنعمل ايه؟ نفس النظام، الحشوه اللي معانا هنبدا ان احنا نعملها رولات جنب بعضها، وبعد ما يتعمل الرول كبير بطول الورقه هنبدا ان احنا نقطعه. يبقى انت كده بحشوه واحده عملتي شكلين، هتقدمي الصاج اللي هو المربع ده زي ما هو، لكن الرولات هتقدميها في طبق، يبقى انت كده استفدتي باللي انت بتعمليه. كده اهو نحط ورقتين ورقتين وندي توريق. طب ليه يا نونا مش ورقه ورقه وفيها طبقه التوريق بينها؟ لا هتبقى مقرمشه زياده عن اللزوم، حته ان احنا بنحط ورقتين دي علشان تديني طراوه وفي نفس الوقت قرمشه، لكن ورقه ورقه دي هتديكي قرمشه وكأنك بتاكلي حاجه هتتكسر في بقك، مش تبقى كويسه زي ما انتم شايفين كده. دول اخر ورقتين هحطهم، والورقتين اللي هحط عليهم الحشوه مش هيدهنوا بالشكل ده كده. بتوزعي الحشوة كلها، عايزة طبعا تغيري وتحطي لحمة مفرومة او تحطي فراخ، تحطي زي ما قلتلك سجق، تحطي كبده. ايه ده نوع في جلاش بالكبده والسجق؟ اه طبعا ادام حشوه اعملي اللي انت عايزاه، مش تفرق معانا اي حاجه. عايزه تحطيها سوسيس وبيض وبسطرمه ماشي، عايزه تحطيها سلامي ماشي، ايا كان. عايزه تحطيها تقطعي قطع من اللانشون وتقطعي عليها جبنه رومي وتبشريها وكده وتحطيها الحشوه لمت التلاجه، اللي انت عايزاه اعمليه. عملت كده وابدا ان انا اكمل باقي الطبقه بتاعتنا التانيه. هتلاحظوا حاجه، بصي يا حمدي معايا، ان انا لما جيت حطيت اول طبقه تحت اللي هي كانت ثلاث ورقات، انا جبت الاخر الصاج، جبت الاخر الصاج، لكن لما جيت احط بعد كده بقيت اوصل الورقه، يعني انا لما حطيتها في اول الصاج فضل هنا حته بسيطه، علشان كده رحت مكمله بورقتين تانيين، لكن لما جيت احط بقيه الطبقات انا ما اهتمتش ان انا احط في الحرف، لا وصلت الورقه. ادام الحرف عندي مظبوط ومتغطي يبقى انا وسطنت الورقه. نفس النظام اللي هعمله دلوقتي اهو، اول طبقه هتتحط فوق الحشوه هي اللي هتبقى من هنا ومن هنا متغطيه اهو. بصوا بصوا الفرق هنا،
الفرق ده اللي هو اهو بين الورقه اهو والصاج صباعين. طيب هبدا ان انا احط ورقتين علشان اغطيهم من الناحيه دي. يبقى انا غطيت من هنا ومن هنا، ابدا ان انا اكمل باقي الطبقات متوسطنه، مش شرط ان انا امشيها على الحرف. عايزه طبعا ان انت تجمعي بس او ان انت تحطي الحتت الفاضيه بس معاكي زي ما انت عايزه. موضوع المطبخ ده يا جماعه والله العظيم بيبقى حسب اللي موجود قدامك وظفيه، مش شرط ان انت عشان الحاجه مش موجوده تقولي لا خلاص انا مش هشتغل، لا انا مش هعمل الوصفه، اصل الصاج عندي صغير، اصل الصاج عندي كبير. والكلام ده طبعا للبنات اللي هم لسه متجوزين جداد وبيبقوا حاسين ان الدنيا بالنسبه لهم واقفه والموضوع صعب، لكن هو ما بيبقاش اسهل منه ما فيش. بصوا بالشكل ده كده، فاضل عندي اهم اخر ورقتين ودول اللي هيتحطوا على الوش. طيب قبل ما بدهنهم بروح مقطعه صينيه الجليش، الطبقه اللي هي الاخرانيه قبل ما بتدهن بتتقطع. ليه؟ علشان لو دهنتها وجيت قطعت ممكن ان هي تتقطع مني. ده بالنسبه طبعا برضو اقول للناس اللي هي لسه بتدخل المطبخ جديد، لكن لي حبايبي اللي هم اشطر منهم مفيش، فالموضوع بالنسبه لهم هيبقى عادي. بس اهو كده بالشكل ده، وادي اخر طبقه. بص كده يا حمدي، بص اخر طبقه انا بعمل فيها ايه، اللي هي على الوش ما بتنيش، وحتى لو تنيت زياده اهي هروح تانيه لجوه، مش عايزاها تكون موجوده على الوش، تبقى داخله في الجوانب علشان يبقى شكل الصاج عندي حلو او شكل الصينيه حلوه، ما اجيش اسوي والاقي الاطراف والحروف طالعه كده. هروح جايبه سكينه حاميه بالشكل ده كده، وابدا ان انا اقطع الشكل اللي انا عايزاه. بتمسكي كده ما بتمشيهاش على طول علشان تتاكدي ان هي اتقطعت، وبحرف السكينه بينزل للارضيه. سامعين؟ هي دي كده انا متاكده ان هو وصل للارضيه بتاعت الصاج. بالشكل ده ونبدا ان احنا نقطع كده. نصبح على مين؟ السما. ونصبح على نريمان ونقول لها صباح الهنا. ازيك يا شنون؟ صباح الهنا والجمال عليكي يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. انا مش مصدقه اللي بكلم حضرتك. حبيبتي الله يسعد قلبك، تسلمي لي، نورتيني باتصالك. والله بموت فيكي حبيبتي، ما تحرمش منك ابدا، الله يسعد قلبك واموريني. بموت فيكي قوي 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 حبيبتي، الله يكبر خاطرك يا رب، تسلمين. واموريني يا نرمان، ليك اي طلبات؟ كنت عايزه ثلاثة البيتزا. عينيا الاثنين، حاضر، نقول المقدار بتاع البيتزا. عينيا، ليكي طلبات تانية؟ لا شكرا حبيبتي، نورتيني باتصالك وان شاء الله تنوريني باتصالك دايما. بص بقى بالراحه خالص كده، ما بنسقيش. يعني في الجلاش العادي كنا بنعمل ايه؟ كنا بناخد كوبايه بيض مع كوبايه حليب مع بيضايه كده ونقلبهم مع بعض ونحط عليهم رشه فلفل ورشه ملح ونسقي الجلاش. كان بيجي لما يطلع الوش بتاعه تلاقوه مش بس بنيجي ناكله من جوه، يا اما عجين يا اما ريحه البيض ظاهره قوي فيه. انا واحده من الناس ما بحبش ريحه البيض في اي حاجه او تكون على الوش بتاع اي حاجه. طيب بدلنا النهارده ان احنا زي ما انتم شايفين كده حاطين الحليب والسمن. طب هو دوت هيدينا نفس الشكل بتاع البيض؟ والله هنشوف، وعملناه مع بعض قبل كده عشان اللي اول مره يشوف الطريقه دي معانا يشوف النهارده شكلها هيكون عامل ازاي. الفرن بتاعنا شغال على كام؟ شغاله على درجه حراره فوق ال 180 بشويه، يا اما لو عايزه 180 بس يبقى شغال قبلها بنص ساعه علشان البيض يستوي براحته. ماشي، يبقى خلينا 180 يا حمدي بالشكل ده كده. يبقى انا دهنت الوش كله زي ما حضراتكم شايفين، ولا سقيت بيض ولا سقيت حليب ولا اي حاجه خالص. دهان بتاعنا او دهان التوريق كان حليب وسمنه وبيكنج باودر.
اكتر من كده مش عايزه. تعالوا نحطه في الفرن على درجه حراره 180 ونشوف لما يطلع هيبقى عامل ازاي. وقبل ما اطلع الفاصل هعمل رول واحد بس عشان تشوفوا شكله، عشان في الفاصل اكمل بقيه الرولات اللي احنا هنعملها عشان يبقى عندنا شكلين من الجلاش اللي احنا هنعمله. طيب بص معايا يا حمدي. ادي ورق الجلاش اهو معانا، وهاخد برضو ورقتين. ليه هاخد ورقتين؟ علشان يتحمل الخلطه. انا لو خدت ورقه حتى لو هلفها هتلاقوا ان هي واحنا بنلفها ونيجي نحطها في الصاج او في الصينيه هنلاقيها ان هي بتقطع معانا، واحنا مش عايزين حاجه زي كده، مش عايزين ان احنا نهدر اللي احنا بنعمله. طيب بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ادي ورقتين اهم بالشكل ده، واعمل كده ناخدها كده وابدا ان انا ادهن كده. انتوا شايفين انا بدهن فين؟ انا ده الجزء اللي هيبقى فيه الحشوه، انا بدهن من بعد المكان اللي هحط فيه الحشوه كده علشان ده اللي يورق معايا، لكن التاني هيكون موجود فيه الحشوه، فهو البيض اللي محطوط في الحشوه نفسها هو اللي هيديها التوريق بتاعها بالشكل ده كده. وارجع كده واروح حط الحشوه هنا بالشكل ده. بسيط خالص كده. واروح جايبه الجبنه الشيدر والجبنه الموتزاريلا اللي احنا نسينا نحطها. شكرا يا شباب ان انتم ما فكرتونيش. ادي الشيدر وادي الموتزاريلا وابدا ان انا اروح جايبه الجوانب كده علشان ابقى ضامنه ان الرول هيطلع معايا ملفوف وماسك نفسه. واروح عامله كده ونلف الرول لاخره خالص، واحنا بنكمل لف الرول كده. وطبعا هنا مدهون، نصبح على فاطمه ونقول لها صباح الهنا. ازيك يا مدام نونه؟ ازاي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. بسلم على حضرتك. حبيبتي سلم عمرك من كل شر يا رب، تسلمي لي. الحمد لله. قولي لي مالكيش اي طلبات؟ عايز سلامتك، ربنا يكرمك. سلم عمرك يا رب من كل شر حبيبتي. نورتيني نورتيني يا مدام فاطمه باتصالك، نورتيني يا حبيبتي. مع الف سلامه في حفظ الله. بصوا كده بنبدا ان احنا زي ما قلت لكم ناخد الحشوه كده على خفيف ونروح حاطين الموتزاريلا والشيدر علشان ان هي تسيح معانا جوه الرول، ونبدا نروح مقطعينها حتت على قد ما احنا عايزين ونرصها في الصاج بالشكل ده كده. زي ما قلت لكم ان الجزء اللي انا بحط فيه الحشوه ما بيدهنش، لكن الباقي هو اللي بيدهن علشان يديني توريق حلو. نلفها ونطلع فاصل على طول، نرجع من الفاصل اكون خلصت الصاج وهوريكم هنقطعه ازاي وهو سليم كده. عايزه يعني تديله تقسيمه بس او تحديده كده بالسكينه وهو جوه الصاج ماشي، بس انا بالنسبه لي الافضل ان هو يتقطع ويترص جنب بعضه علشان لما يطلع باذن الله تلاقيه زي الفل. هكمل بقيه الرولات علشان لما نرجع نشوف الصاج هنرصه ازاي، ونشوف ايه كمان عندنا في وصفاتنا النهارده. عندنا صنف حادق وصنف حلو لسه هنتكلم عنهم، كل ده بعد الفاصل. اترافع في اي حته مستنيكم. ورجعنا من الفاصل. بصوا كده خلصنا الرولات بتاعتنا، وقبل ما بنحطها في الصاج بنبدا ان احنا نقطعها بالشكل ده كده ونبدا نرصها جنب بعض. مش شرط ان انت تحطيها بعيد عن بعضها، لان كده كده اصلا احنا هنحط عليها من فوق الوش الخليط اللي هو بتاع الدهان والتوريق. يبقى احنا كده خلصنا اللي كان فاضل من الحشو. ابدا بعد كده امسك الخليط وابدا ان انا اعمل كده. طبعا هو ما بياخدش وقت في الفرن،
يا دوب خليط التوريق دوت علشان البيكنج باودر اللي محطوط فيه، فساعتها مع سخونيه الفرن اللي احنا عاملينها على 180 بيبدا ان هو يترفع معانا على طول ويورق، وطبعا كده كده احنا عارفين ان الجلاش ما بياخدش وقت في التسويه. يا دوب على 180 زي ما قلت لكم علشان البيض اللي جواه يستوي، يبقى احنا كده تمام وزي الفرن. لو احنا حاطينه على درجه حراره لو احنا حاسين لحمه مفرومه او اي حشوه مش هتاخد وقت في الفرن وتكون اصلا مستويه، فممكن ان احنا ما نطولش عليه في الفرن، ممكن نزود عن ال 180 كمان. بالشكل كده تعالوا نحطه في الفرن ونشوف التاني اخباره ايه. تمام وزي الفل معانا، نبدا ان احنا نطلعه علشان نحط التاني جوه. بسم الله الله اكبر. شايفين منظره عامل ازاي؟ وطبعا لو انتوا عايزين ان هو يتحمر شويه عن كده زياده كمان، ممكن ان احنا نسيبه في الفرن تاني. بالتالي اسهل من كده مفيش، وهسيبه يهدى وبعد كده نقطعه ونشوف من جوه شكله عامل ازاي. طيب نونا، هو انا لو عملت الشكل ده كده، او احنا معودانا او انت قلت لنا قبل كده ان احنا لما بنعمل جلاش او حاجه في الفرن لما بنيجي نطلعها علشان نحافظ على الوش بتاعها ان هو يكون طري ما يبقاش ان هو مقرمش بنغطيه. طب هو ده اول ما يطلع نروح مغطينه؟ لا، نسيبه يهدى شويه كده من السخونيه بتاعته وبعد كده نروح مغطينه، وما نغطيهوش بفويل. انا عايزاه ان هو يتغطى بفوطه قطن كده او مش هقول لكم بورق زبده، لا انا عايزاه فوطه قطن او حته كيس خدديه، كيس مخده، ايا كان يكون نضيفه زي الفل واروح مغطياه. ليه؟ علشان يفضل الوش بتاعه في طراوه وفي نفس الوقت يبقى مقرمش، يبقى تحس ان انت لما تيجوا تاكلوه كده عامل زي الفطير المشلتت، مش ان هو يبقى مقرمش قوي تروحوا جايين قاطمين القطمه تلاقوه بيفتفت من القرمشه بتاعته ويبقى بهدلكم وانتوا بتاكلوا. طيب هسيبه يهدى وبعد كده اغطيه. طيب الصنف التاني اللي احنا هنستخدمه النهارده او ان احنا هنعمله النهارده باذن الله الصنف التاني اللي احنا هنعمله النهارده هنعمل قرع عسل. القرع العسل طبعا احنا بنعمله حادق وحلو، بس منتشر هنا عندنا في مصر اكتر حلو، يعني مش هتلاقوا الكتير قوي اللي يبقى حاجبه ان هو حادق. عملناه قبل كده، كنا بنفتح القرعايه من جوه ونبدا ان احنا نسوي من جواها الرز باللحمه او الرز بالفراخ او الرز بالجمبري، كل ده عملناه في البرنامج. طيب احنا مش عايزين ان احنا هنعمله حادق يا نونا، هنعمله حلو. طيب هنعمله كمان بالبشاميل، والبشاميل اللي بعد ما بنحطه انا مش هحطه فوق الوش. اللي انت بتقوليه ده، انت عامله قرع ازاي مش هتحطي البشاميل فوق الوش؟ لا، انا هاخد خليط البشاميل هقلبه مع القرع نفسه، انا عايزه البشاميل نفسه يبقى داخل من جوه. طب ازاي؟ طب ما تيجوا نشوف كده مع بعض المقادير اللي حمدي نزلها لنا دي. طبعا، وانا قلت في اول الحلقه ان القرع الدنيا عشان شتاء ممكن ان احنا نعمل قرع، ممكن نعمل بطاطا، ايا كان اللي موجود قدامكم او الاسهل بالنسبه لكم ممكن ان احنا نستخدمه. الطريقه اللي احنا هنعملها النهارده دي زي ما حمدي ما قال كده فعلا، ان احنا ممكن نبدل القرع بالبطاطا بنفس الطريقه هتطلع معانا زي الفل. طيب بصوا معايا كده، شايفين المنظر ده كده؟ طب واحنا وصلنا للمنظر ده ازاي؟ هو مفيش اصلا ميه، انتوا شايفين الميه اللي نازله دي مش ميه، ده سكر، ده عسل. العسل اللي نازل من القرع دوت هو ده اللي هحلي بيه البشاميل، او ممكن ان النهارده كمان علشان مدخله الاتنين مع بعض فانا هحط البشاميل مع القرع بسكر واحد. طب ما تيجوا نشوف المقادير كده مع بعض ونشوف هنعمل ايه. مقاديرنا بتقول ايه في القرع العسل بالبشاميل؟ معايا 2 كيلو قرع عسل، ممكن انت تجيبيه متقطع مكعبات عشان يبقى اسهل لك، لو انت مش تعرفي ان انت تقطعيه في البيت هتعرفي ربنا يديك الصحه يا رب وعندك الخير كله، يبقى اعمليه في البيت زي ما انت عايزه. بيتقطع مكعبات وبروح غسلاه وحطاه في الحله واروح حاطه عليه كوبايتين من السكر، ما بحطش ميه خالص. ليه؟ علشان احنا لما احط عليه كوبايتين السكر ومجرد ما اهدي عليه النار مع قفله الغطا يبدا البخار ان هو يعرق القرع، يبدا ان هو ينزل سوائل بسيطه، يبدا السكر يدوب على نار هاديه. ما نعليش النار علشان السكر ما يكرملش معانا، لا انا عايزاه يدوب ويسيح خالص والقرع يستوي فيه، ما بحطش ميه، اهم حاجه ان النار تبقى هاديه علشان القرع يستوي كويس. طيب معايا كوبايه السكر على ال 2 كيلو قرع، معايا مكسرات حسب الرغبه، مش عايز احطها خالص مش مشكله، النهارده مستخدمه بندق بس. البشاميل اللي بقى معايا ايه؟ 4 معالق كبار نشا، لتر حليب، ومعايا كمان معلقه كبيره من الزبده. اسهل من كده مفيش. طيب الوش بتاعنا مستخدمه ايه؟ مستخدمه كريم شانتيه مضروب. طيب نونا
هو انا ينفع ان انا ما استخدمش الكريم شانتيه المضروب واحط القرع في ارضيه القوالب بتاعتنا او الطاجن وابدا ان انا احط على الوش البشاميل؟ طبعا ينفع احط البشاميل بس كده على الوش. اه طبعا ينفع، هيطلع معاكي زي الفل. ايه ده، هو مش هيتحط عليه بيض ولا اي حاجه؟ بيض ايه ده، انا ما بحطش بيض على المكرونه البشاميل، احطها على القرع؟ لا طبعا ما فيش بيض ولا الكلام ده. طيب انا مزوده الكريم شانتيه اللي على الوش عشان يديني نتيجة أحلى ويديني شكل أحلى كمان في التقديم. طيب أنا دلوقتي أهو عندي القوالب الطاجن، القوالب الفخار بتاعتنا، وهبدأ إن أنا أسخن بولة على النار أو أسخن حلة على النار أو ووك علشان هعمل فيها البشاميل. طيب أنا النهاردة مش مستخدمة بشاميل دقيق والكلام ده كله خالص، أمال مستخدمة إيه؟ دقيق حليب ونشا بس. طب إزاي بشاميل وإزاي حليب ونشا؟ طب ما نشوف شكله الاول هيبقى عامل ازاي وبعد كده نقول هينفع ولا مش هينفع. بس على ما يسخن الوك بتاعنا علشان الحليب يشكل بعانه بسرعه وما ياخدش وقت، كل اللي انا هعمله هحط النشا على الحليب وهقلبه كويس جدا مع بعضه، واحنا بنكلم رميساء ونقول لها صباح الفل يا رميساء. الو صباح الهنا، ازيك يا شفنون؟ ازيك حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا رب تكوني بخير دايما. اموريني، بحب حضرتك حبيبتي. الله يسعد قلبك يا رب ويحبب فيكي خلق، اللهم امين. كنت عايزه اقول لحضرتك، انا لما بعمل القرص بيطلع مني ناشفه. القرص الطريه ولا القرص الايه اللي هي بشمر، ولا القرص بايه؟ القرص الطريه. القرص الطريه يعني هي الاثنين. حاضر. طيب لما بتطلع منك من الفرن اصلا بتبقى طريه وبعد كده بتنشف؟ هي لما بتطلع من الفرن بتبقى طريه يعني شويه كده وبعد كده بتنشف على طول. طيب لما بتطلع بتسيبيها في الهواء ولا بتغطيها بعدها على طول؟ لا بغطيها. بتغطيها وبرده بتطلع ناشفه. أوه. طيب انا هنزل لك مقادير القرص الطريه، ولو انت المقادير عندك متغيره عن مقاديرنا اعملي بالمقادير بتاعتنا وتطلع معاكي زي الفل ان شاء الله. عينيا الاثنين يا رميساء، نورتين. ونصبح على حنين نقول لها صباح الهنا يا حنين، حاولي تكلميني مره ثانيه. بصوا كده انا عملت ايه دلوقتي، دوبت النشا مع الحليب على البارد، لان انا ما ينفعش الحليب يكون سخن او الحليب يكون دافي واحط فيه نشا. ليه؟ علشان هيبدا ان هي تقفش مع الحليب وهي سخنه ومش هتدوب، هتلاقوها كتلت يبقى كميه الحليب اللي انتوا عملتوها باظ، فعلشان كده دوبتها على البارد. طيب الناحيه دي اهو سخنت ووك او حله بالشكل ده كده، وبدات ان انا اسيح في الزبده بالشكل ده، واروح جايه كده ماسكه الحليب بالنشا، وهنشوف دلوقتي هعمل ايه. مجرد ما تبدا ان هي تسيح ابقى عيني قدامها كده وابقى واقفه ما اروحش اشتغل في اي حاجه علشان مش عايزاها تغمق. هنا مش هينفع ان انا احط لها شويه زيت عشان اقول مثلا ان هي ما تغمقش او ان هي ما تتحرقش فاحط لها شويه زيت، لا ده كده مش هينفع ان انا احط لها شويه زيت، فابقى واقفه قدامها علشان ما تغمقش وابدا ان انا اعمل كده. بصوا كده ايديا فيها حليب مع نشا والايد الثانيه فيها المضرب السلك، وبتبدا ان هي كده اهو ايديا ما تبطلش تقليب. هنبدا ان احنا نقلب كده لحد ما يبدا ان هو يشكل معانا. يعني ايه يشكل معانا؟ يعني يبدا يتقل. بس خلوا بالكم ان انا مش عايزاه تقيل قوي، انا عايزاه متوسط. ليه؟ علشان لما اجي احطه مع القرع يبقى يدوب، لو تقلته يبقى عامل زي المهلبيه التقيله وانا مش عايزه حاجه زي كده. طيب ارجع واقول تاني ان احنا لو مش هنستخدم الكريم شانتيه يبقى هو هنحط طبقه القرع وبعد كده هنروح حاطين عليه البشاميل من فوق. طيب هستخدم ده مع ده، هروح حاطه جزء من ده لده، بس يا حمدي هحط جزء من ده مع ده، يا اما هعمل الطبقتين. يعني ايه هتعملي الطبقتين؟ يعني دلوقتي وانا بعمل الحليب هروح واخده القرع ده كده في مصفى سلك علشان اخد العصاره بتاعه السكر بتاعته. ليه هتعملي حاجه زي كده؟ علشان دي هي هتبقى التسكيره بتاعه البشاميل، مش عايزاكم تجيبوا سكر من بره، تسكيره البشاميل ما تبقاش بسكر من بره. بصوا كده مصفى سلك، تبقى ايدينا شغاله في كذا حاجه، مش عايزه ان احنا نشتغل في حاجه ونرجع يعني نزعل ان في حاجه حصلت. طيب كده اثبت شوله علشان هضغط على القرع علشان ينزل السكر اللي فيه، واحنا بنصبح على هدى من اسكندريه نقول لها صباح الهنا. صباح الفل عليك يا شيخ نونا. صباح الجمال على عيونك حبيبتي، عامله ايه؟
كويس الحمد لله، انت عامله ايه؟ انا بخير يا حبيبي طول ما انت بخير، ما تحرمش مني. يا خساره، حاولي تكلميني تاني يا هدى، نورتيني باتصالك. احلى تحيه لاهل اسكندريه. بصوا كده هيبدا الحليب ان هو يسخن، هيبدا ان هو تشكل النشا معانا. طيب ده هو كده حليب وزبده ونشا بس، فين السكر؟ اهو شايفين؟ ده خلاصة السكر اللي داب والقرع استوى فيه، ده اللي انا هحل بيه البشاميل بتاع القرع. والنهاردة هحط طبقتين، طبقة من القرع وطبقة من الكريم شانتيه. عايزة تلف البشاميل مع الكريم القرع، هو ده اللي انا هعمله، هاخد منه جزء مش هسيبه لوحده كده. ومش عايزة تحط مكسرات، مش هتقولك لا، في ناس كتير ما بتحبش المكسرات فممكن ما تحطهاش، في ناس كتير ما بيبقاش عندها مكسرات فبرضه ما توقفيش الوصفه على حاجه. الخليط بدا ان هو يتقل معايا. خلوا بالكم ان البشاميل اللي بيتعمل بنشا بيبقى اخف، دي حاجه. ثاني حاجه بيبقى افتح، ما بيبقاش ان هو غامق زي اللي بيدخله دقيق بس، فدي برضه بتبقى ميزتها كويسه، تحس ان هو عامل زي الكريمه كده. بصوا كده شايفين؟ ولا تكتلات ولا اي حاجه خالص. ممكن ان احنا نعمل كده. عينيا يا استاذ حمدي، حاضر. بصوا كده ادي التسكيره بتاعت البشاميل، اللي هو السكر اللي نزل من سليق البشاميل، وابدا اقلب. بصوا بقى لونه هيبقى عامل ازاي علشان السكر اللي نزل. عايزين نبص على الجلاش كمان بالمرة، كويس ان انا الناحية دي. بصوا كده هلفه، بسم الله الله اكبر، هنلف الصاج كده علشان ياخد لون حلو قوي. نشوف لما يعني مش هيكمل 5 دقايق كده او 8 دقايق ونطلعه كده. البشاميل اللي هنا بالنسبة لي تمام وزي الفل بالشكل ده كده. طيب هبدأ اشيله من على النار كده، وهروح عامله حاجه بسيطه جدا بعد اذن استاذ حمدي. طبعا ممكن ان احنا نعمل الطواجن بعد كده، نطلع فاصل. بصوا كده عينيا، حاضر عيني، بالشكل ده كده. وهروح واخده جزء من البشاميل الكريمي اللي احنا شايفينه ده، طبعا زي ما انتم شايفين كده شكله في منتهى الجمال. ليه عملت حاجة زي كده؟ علشان القرع نفسه وانتي بتاكليه بالمعلقة كده يبقى البشاميل اللي داخل من جوه مديكي تطعيمة أحلى. بسم الله، أنا هاخد بس جزء منه مش كله. طبعا أنا ممكن عشان هعمل طاجنين بس على قد الكمية، ممكن كده بالشكل ده كده، وأروح حاطة كده. طبعا مش عايزة تحطي مكسرات، قلتلك مفيهاش أي مشكلة. اللي ما جربش القرع بالطريقه دي فايته كتير، جربوه ان شاء الله. حتى وانتوا بتعملوا الطريقه المعتاده بتاعتكم، خدوا بس ايه، اعملوا طاجن صغير كده فخار بنفس الطريقه اللي انا بقول لكم عليها دي، وشوفوا هيعجبكم ولا مش هيعجبكم. عودوا نفسكم دايما نبدا ان احنا نجرب الحاجه الاول قبل ما نحكم عليها. شايفين شكله بقى عامل ازاي؟ عايزه بقى تحطي جوز هند، عايزه تحطي زبيب، زي ما انت عايزه. طيب هبدا ان انا دلوقتي امسك بصوا بسم الله، هروح واخده كده. كده لا، ما هم دول بتوعي، انا اتفاجئت بيهم. بصوا بعمل ايه، انا بمسك كده جزء من البشاميل اللي حطيته في الارضيه ورحت بالفرشه مطلعه منه على الجوانب زي ما انتم شايفين كده. ليه؟ علشان يبقى طاجن القرع اللي احنا بناكله متغلف من كل ناحيه، التطعيمات بتاعته داخله فيه من كل ناحيه. زي ما بنقول بالبلدي بتاعنا كده، ما اجيش اكل معلقه الاقيها حلوه قوي واجي اكل معلقه بعدها حاجه تفصل لي الطعم. بسم الله
شايفين الجبن ساحت شكلها عامل ازاي ما شاء الله عليها. بالشكل ده كده. طبعا انت ممكن تعملي طواجن اصغر بعدد افراد الاسرة او بعدد الضيوف اللي عندك او بعدد الطواجن اللي موجودة عندك، مش هيقولوا لك لا. طيب ما عندكيش الطواجن دي اصلا، ممكن تمسكي طاجن بايركس او صينية تبدأي ان انت تعملي فيها نفس النظام كده، وتعملي كله في حاجة واحدة، وبعد كده تبدأي لما يطلع من الفرن ويهدى، اهم حاجة ان هو يهدى من السخونية بتاعته علشان تقدري ان انت تقطعيه، هيطلع برضو معاكي في تقدميه في اطباق هيطلع معاكي زي الفرن. طيب بصوا كده انا هعمل ايه. انا دلوقتي عندي طبقتين للوش، اللي هي طبقة البشاميل الكريمي اللي احنا شايفينه ده اللي احنا عاملينه بنشا، شكله في منتهى الجمال كده، وعندنا طبقة الكريم شانتيه. هل هنحط الاتنين مع بعض مرة واحدة وندخلهم الفرن؟ لا مش هعمل كده، عشان انا عايزة اكل طاجن قرع عسل مفيش زي. طب هنعمل ايه؟ وهو بالبشاميل لوحده بس كده هروح مدخلاه الفرن لمدة 10 دقايق، انا عايزاه بس يتشمع وكله يشرب من بعضه، والبشاميل بتاعنا بالزبدة اللي محطوطة فيه يدي لون خفيف كده. مجرد ما يدي اللون الخفيف ده هبدأ ان انا العين بتاعت البوتاجازك منها ولع تعمل يستوي بالشكل ده كده. هحطها في صاج وهحطها في الفرن، يا اما هحطها في الفرن على طول كده. واهم حاجة قبل ما ندخلها الفرن، شايفين الحروف اللي انا بمسحها دي؟ عشان لما تيجوا لو ده طبق التقديم، لما تيجوا تقدموا ما يبقاش فيها حاجة محروقة. طيب واحنا بنحطهم في الفرن كده نصبح على منا ونقول لها صباح الفل يا منا. الفرن كده نصبح على منا. استاذنك بس نوطي التلفزيون ونسمع من التليفون. وطي التلفزيون واسمعي من التليفون. الو استاذنك بس نوطي التلفزيون ونسمع من التليفون. ممكن؟ الو صباح الفل يا منا. صباح الخير. وطي التلفزيون يا حبيبتي. صباح الفل. وطيت. صوتي مسموع في التلفزيون. هي فصلت؟ كانت عايزه ايه؟ عينيا الاثنين. حاضر يا منى، نقول لك طريقه البيتزا. طيب استاذن استاذ حمزي قبل ما نطلع الفاصل نوري كده حبايبنا قطع الجبنه بتاعتنا عامله ازاي. عيني 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 عيني. انت ينفع انت تقول لي على حاجه وانا اقول لك لا؟ ينفع. بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. سبته هدي شويه، لسه يومك طويل، استنى بس نعمل كده. بصوا نفس التقطيعات اللي احنا عملناها بنمشي عليها بالشكل ده كده، ونبدا ان احنا على نفس التحديدات اللي انا قلت لكم مقطعينها في الاول بالشكل ده كده. احنا ممكن نطلع حالا نوري بس حبايبنا نقطع خالص علشان تطلع معانا بسهوله. بسم الله. بالشكل ده كده. طبعا لو عايزه تعملي طبقتين ان يبقى طبقتين حشوه والجلاش هيبقى 3 طبقات او 4 طبقات، طبقتين حشوه واربع طبقات جلاش زي ما انت عايزه. طيب بصي الثانيه كمان يا حمدي، ويلا نطلع فاصل نفككهم كده من بعض او ناخدها زي ما هي كده. طبعا هي عامله كده علشان الجبن اللي فيها، شايفين الشكل عامل ازاي؟ صحتين وعافيه على قلبكم يا رب. طيب تعالوا بقى نطلع فاصل. القرع عندنا في الفرن يا دوب ان هو الوش بتاعه يتشمع مش اكتر، مش عايزاه ياخد لون، لان اللون انا هديهوله بالكريم شانتيه، والكريم شانتيه لما بيتحط على طاجن قرع او طاجن ام علي او حتى طاجن رز بلبن الشكل بتاعه في التقديم كمان بيختلف تمام. نطلع فاصل نرجع نشوف القرع اتشمع ولا لا، عشان نحط عليه الكريم شانتيه بطريقه معينه عشان يطلع لنا مظبوط، ونشوف الصنف الثالث معانا النهارده هيكون عباره عن ايه، وادي اللي هيتقدم جنبيها استاذ حمدي. بسم الله. اللي هيتقدم جنبي يا استاذ حمدي.
اتكلي على السين يا ابتسام. نطلع فاصل ونرجع نكمل بعد الفاصل حلقتنا، اوعى تروحوا في اي حته ومستنيه. ورجعنا من الفاصل، قطعنا الجلاش من الصاجات بتاعته كده او من الصواني بتاعته ورصيناه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، حشوه خفيفه وسهله ولطيفه وظريفه كده ومحدش بيختلف عليها. في ناس بتختلف على اللحمه والفراخ لكن ما بيختلفوش على الميكس جبن او البسطرمه او الزيتون. يعني بنحاول بقدر الامكان ان احنا لما نيجي نعمل وصفه نرضي بيها جميع الاذواق علشان ما يبقاش فيه اختلاف في الوصفتين. طيب القرع عندنا في الفرن لسه بياخد اللون اللي هو اللي انا عايزاه، قلت لكم قبل ما اطلع الفاصل ان دي البطاطس اللي هتتقدم مع الصنف بتاعنا. وليه مسميه الوصفه باسمها هي؟ علشان البطاطس هي الاساسيه، يعني هي اصلا ممكن تعملي البطاطس من غير الفراخ، ممكن تعملي البطاطس من غير الفراخ. طيب مقاديرنا هتنزل على الشاشه وهنشوف هنعملها ازاي. والفراخ انا بسخن طاسة جدا على النار علشان اديها صدمة بالتتبيلة او بالصوص اللي معمول منه البطاطس علشان الاتنين يبقوا شاربين من بعض. طيب مقاديرنا بتقول ايه يا حمدي؟ علي صوتك يا محمود. معايا كيلو صدور فراخ زي ما حضراتكم شايفين كده اللي هو بانيه، ممكن نص كيلو، كيلو الا ربع، ايا كان الكميه اللي انتوا عايزينها. معايا 2 كيلو بطاطس ويدجز متقطعه بالشكل ده والتتبيله اللي هي متتبله بيها. يعني ايه ويدجز؟ يعني اللي هو كده، ده معنى ويدجز بالشكل ده كده. بصوا التقطيعه دي كده، هي دي الويدجز. تبلتها بايه؟ معايا في التتبيله بتاعتها، او قبل ما اقول التتبيله، انا محتاجه زبده وبابريكا وملح وفلفل اسود. زبده وبابريكا وملح وفلفل اسود. ايه الزياده بقى عليهم في الصوص بتاعهم؟ 4 معالق كبار ثوم مفروم، 3 معالق كبار فلفل احمر حامي مفروم، وممكن ان احنا نشيله بس هي الوصفه بصراحه لازم فلفل سبايسي، بس لو شلتيها ما فيهاش مشكله. زعتر مفروم، روزميري مفروم، ريحان مفروم، وزبده وملح وفلفل اسود. اسهل من كده مش عايزه. المقادير كلها سهله وبسيطه، ما لقيتيش الحاجات دي فريش ممكن ان احنا نجيبها مجففه من عند العطار، بس طبعا لما الحاجه بتبقى فريش بتدي ريحه وتطعيمه في منتهى الجمال، بتميز الطعم زياده عن اللزوم. طيب انا عملت الصوص ده اللي هو كان عباره عن ايه؟ نعم لسه. انا عملت ايه؟ انا خدت شويه زبده مع حبه بابريكا وروزميري وزعتر وريحان وسن الثوم، وزي ما قلت لكم زبده، ورحت حاطه معاهم شويه زيت وقلبت البطاطس كلها وهي نيه وحطيتهم في صاج وحطيتهم في الفرن. بس كل شويه بروح مديهم تقليب علشان تبقى كلها متشمعه التشميعه الحلوه دي وكلها واخده لون واحد بالشكل ده كده. طيب ده اول حاجه. تاني حاجه عندي ايه على النار؟ زي ما قلت لكم عندي طاسه بتسخن قوي علشان تديني شغل اسرع، وده اللي انا برده عايزاكم تشتغلوا بيه في البيت او تعملوه في البيت علشان ما تاخدوش وقت ووقفه جامده في المطبخ. حطيت حبه زيت كده، وحد هيقول لي نونا الزيت ده كتير. طيب هقول لكم انا حاطه الزيت ده كتير ليه. اولا عشان الزبده اللي عندي دي حاجه، تاني حاجه عايزاكم لما تيجوا تعملوا الوصفه دي يفضل يعني ان انتوا تدوا صدمه للفراخ وتحطوا كل المكونات دي كلها مع بعضها، والزبده والزيت اللي احنا حاطينهم بكميه وفيره دول تاخدوهم تقلبوا بيهم البطاطس وتحطوها في الفرن. اللي انت بتقوليه ده اه هتلاقوا لو انتوا هتعملوا الفراخ، لو هتعملوا البطاطس بس اعملوها زي ما انا ما قلت لكم. هتعملوا الفراخ ادوها صدمه وحطوا لها كل المكونات بتاعتها بتاعت الصوص وبتاعت الحاجه كلها ومكوناتنا كلها، وبعد كده شيلوا الفراخ والعصاره اللي هتنزل منها بالزبده والزيت الكميه دي، روحوا مقلبين فيها البطاطس وحطوها في الفرن. هتاخدوا تطعيمه بطاطس مفيش زيها. لكن لو انتوا عاملينها ساده لوحدها ومش هتعملوا جنبها الفراخ يبقى زي ما انا ما قلت لكم كده. طيب بالشكل ده كده، وهبدا ان انا اروح جايبه صدور الفراخ كده. وبصوا بقى هعمل ايه. هروح جايبه بوله حط عليها المكونات دي كلها كده. ايه دي؟ كيلو صدور الفراخ غسلاه كويس ومصفياه علشان انا مش عايزه فيه ميه خالص، زي ما انتم شايفين كده ما فيهوش نقطه ميه. هبدا ان انا اعمل كده زعتر، روزميري، ريحان، ثوم،
شايفين التوم الكميه الوفيره بتاعته ازاي، والزبده نفس النظام، لان هو الصنف بتاعنا اسمه بطاطس بالزبده والتوم. انا مدخله عليها الفراخ، بس هي لازم الكميه بتاعتها تكون وفيره بالشكل ده. بابريكا عشان تدينا لون حلو قوي، وادي ملح، وادي الفلفل، وابدا ان انا اخلط ده كله كده مع بعض. بصوا لما بيكون ما فيهاش ميه تحسوا ان التتبيله بتمسك فيها، ريحه المكونات هايله هايله هايله. بصوا اصلا شكل الصنف عامل ازاي، شايفين المنظر؟ طب نونا، هو احنا يعني في وقت معين ان احنا ننقع فيه التتبيله دي؟ لا، يعني انا هشتغل بيها دلوقتي اهو على طول، وهتشوفوا الشكل عامل ازاي. طيب هروح واخده كده، اهم حاجه بس الصدور وحتت الفراخ كلها تتبل من كل ناحيه، ما اجيش اتبل او ما اجيش اسوي الاقي حته يعني حته متبله وحته لا، بالشكل ده كده. واروح واخده البوله كده، وعندي الطاسه اللي فيها الزبده بالشكل ده. لو استوت من ناحيتين ولقيت ان انا خلاص مش محتاجه الزبده والزيت زي ما قلت لكم كده، اروح واخده مصفياها وواخده الزبده والزيت اعمل بيه البطاطس واحطها في الفرن. وطبعا يفضل ان احنا نعمل اللي انا بقول لكم عليه ده، اللي هو ان احنا نسوي وبعد كده اخد العصاره اللي نزلت من الفراخ كلها اتبل بيها البطاطس، هيديني تطعيمه احلى بكتير بالشكل ده كده. طيب عينيا الاثنين، حاضر. في حاجه تانية نونا، لو انا مش عايزه اسوي الكميه دي كلها وهاخد مثلا هسوي البطاطس من غير زبده خالص، او هغير في الصنف شويه ومش عايزه احط اي زبده، وهاخد شويه زيت، زيت عباد علشان يستحمل الحراره مع النار، وهبدا ان انا اقلبه مثلا مع التوابل دي كلها والمكونات كلها، وحطيت البطاطس في الفرن، ماشي تمام. طب بالنسبه للفراخ برضو مش عايزاها ان هي تستوي في كميه الزبده دي ولا كميه الزيت ديت، اعمل ايه؟ مفيش اي مشكله خالص، هتروحي متبليها بنفس التتبيله دي كده، بسم الله الرحمن الرحيم، هتتبليها بنفس التتبيله دي كده، وتروحي حاطه معاها شويه من زيت العباد، وتروحي حطها في الفرن تستوي. ممكن تلغي موضوع الزبده ده خالص، جاي قبل كده قلت لكم كذا مره احنا اللي بنتحكم في المكونات اللي احنا عايزينها، واحنا اللي بنتحكم في الصنف على حسب ذوقنا وعلى حسب اللي احنا بناكله. بصوا كده، لو انتوا عايزين تكملوا الشكل بتاع تسويه القرع بالمنظر ده، وان هو ياخد اللون كله كامل، ماشي. طيب انا بقى عايزه اعمل حاجه مختلفه، هحط الكريم شانتيه على الطاجن من فوق يا حمدي، واحنا بنطلع فاصل، هنطلع فاصل وارجع من الفاصل نشوف الفراخ بقى شكلها عامل ازاي، اوعوا تروحوا في اي حته، ومستنياكم بعد الفاصل. رجعنا من الفاصل، ما تبصي كده معايا يا حمدي، بص شكل الفراخ عامله ازاي. زي ما قلت لكم ان احنا ممكن اصلا ما نحطهاش في الزبده والزيت ده، وممكن نعملها بشويه زيت عباد ونقلبهم مع بعض بنفس التتبيله ونحطها في الفرن شويه، ونقلبها الناحيه الثانيه في الفرن برده، هنلاقيها استوت لو انتم مش عايزين نسبه الدهون دي كلها. بس كده كده اصلا انا قلت لكم نسبه الدهون دي عشان هو الصنف اسمه كده، فراخ او بطاطس بالزبده والثوم، الزبده لازم يبقى المقدار بتاعها كده الطبيعي او الاصل للوصفه. بس هو عشان كان وقت حلقتنا ان احنا بعد ما بنعمل الفراخ وبنشيلها بالشكل ده، الصوص والعصاره اللي بينزل منها كله بنقلب فيها البطاطس وبنحطها في الفرن تستوي. لكن احنا عشان مستعجلين وعلشان وقت الهوا رحنا واخدين جزء من الصوص قبل ما يتعمل خالص، قلبناه مع بعض وقلبنا فيه الخلطه او قلبنا فيه البطاطس وحطيناه في الفرن استوى. لكن الصح ان احنا بناخد الفراخ من الخلطه واللي بينزل منها هو اللي بيتقلب مع البطاطس بالشكل ده كده. طبعا احنا عارفين ان هي الصدور الفراخ ما بتاخدش وقت خالص في التسويه، بصوا المنظر بتاعها عامل ازاي، يفتح النفس. والعشاق السبايسي الصنف ده بالنسبه لهم هيبقى عشق، اللي زهقوا من الاليه وزهقوا من الفراخ ان هي تكون صينيه او كده، ده هيبقى حلو. ممكن ان احنا نشيل السبايسي يا حمدي منها،
علشان خاطرك، عشان انت بتتعب من السبايسي، فممكن ان احنا نحط بدل الفلفل السبايسي ده ممكن نحط فلفل الوان احمر، عشان بس ايه اللون نفسه، الحاجات الاعشاب الخضراء اللي احنا حاطينها مع الثوم مع الفلفل الاحمر مدي شكل حلو قوي للصنف. فاحنا لو ما بناكلش سبايسي زي حمدي كده، فاحنا ممكن ان احنا نحط فلفل الوان احمر علشان يدينا اللون بس، او عشان استاذ حمدي ما بياكلش السبايسي فرقت. بصوا بقى كده، ربنا يخليك يا حبيبي. بصوا بقى كده، بس يا حمدي عشان نطعم كمان. حاضر. طيب حاضر، بص بقى كده من طعم البطاطس نفسها، زي ما انا قلت لكم المفروض ان هي بنعمل العكس، بعد ما بنسوي الفراخ بروح مقلبه البطاطس في العصاره اللي بننزل منها، بس عشان وقت حلقتنا عملنا كده. عايزاكم النهارده ان شاء الله تكون الحلقه عجبتكم، فقره جربي اللي عملناها النهارده لحبايبنا اللي بيشتكوا من الهالات السوداء والبثور والحبوب اللي في وشهم، يجربوا وصفه الشاي الاخضر او باكيتات الشاي الاخضر المتلجه، ان شاء الله تطلع معاهم زي الفل. دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى تكون عجبتكم نالت رضاكم. هنطلع القرع من الفرن علشان نشوف شكله عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. طبعا لو انت هتعمليه في طاجن واحد بايركس يفضل ان احنا نسيبه يهدى خالص قبل ما نقدمه ونقطعه. دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى تكون عجبتكم ونالت رضاكم، اتمنى دايما اكون عند حسن ظنكم، وبسيبكم من النهارده لبكره ان شاء الله في حلقه جديده من بلد يوكل، بتجدد لقاءنا 10 الصبح، واللي فاتوا اي حاجه من حلقه النهارده بيقدر يتابعها الساعه 9 بالليل. اسيبكم في حفظ الله واشوفكم كمان على خير باذن الله، واقول لكم السلام عليكم.